البسيسة دي أكلة من التراث، بس عايزين نعرف إزاي نظبطها عشان ناكل كده حتة بسيسة مع كوباية شاي ما حصلتش. كل اللي هيدوقها هيقولك أنا ما دقتش في حياتي بسيسة بالحلاوة دي. شايفين هي بتتكلم عن نفسها. هسمي الله وهجيب معايا 4 بيضات وكيس فانيليا وكوباية وربع سكر، كيسين فانيليا، كيسين فانيليا وكوباية وربع سكر. هضرب البيض بالسكر كده لحد ما لونه يبقى كريمي والسكر يدوب خالص. خلاص الخطوه دي في اي كيكه او اي حاجه انتوا خلاص اتعودتوا عليها. وهضيف عليها كوبايه برتقان وكوبايه زيت. هي مقاديرها سهله خالص، ما تتوهش، انت هتحفظيها كده في الفيديو وتطلعي منه حافظه المقادير. يبقى 4 بيضات عليهم الفانيليا والسكر، ضربناهم كوبايه برتقان وكوبايه زيت، حطيت 2 كوباية دقيق، كيس كيك شيف، كوبايه وربع دقيق ذره، وما تكتريش دقيق الذره عن كده، هتطلع معاكي مظبوطه ومية مية. في ناس بتحط الدقيق قد دقيق الذره بس ما بتطلعش حلوه خالص، يعني جربيها كده بالمقادير دي ان شاء الله هتعجبك جدا. 2 كوباية دقيق عليهم 1/4 كوباية دقيق ذرة وكيس كيك شيف. يبقى كده حطينا السكر قد دقيق الذره 1/4 كوباية وربع والزيت قد البرتقان، ودخلته كده على مراحل. ولازم كده بعد ما بضربه لازم بالمعلقه السيليكون كده اقلب عشان اتاكد ان مفيش دقيق من تحت. جبت كده صينيه مربعه مقاسه، دهنتها زيت وصبيت فيها الخليط، دخلتها الفرن على 180، قعدت معايا 50 دقيقه. شايفين ما شاء الله هشه ومرتفعه ولونها عامل ازاي، ما شاء الله روعه. هي معموله ب4 بيضات بس حقيقي الصينيه كانت كبيره، يعني الصينيه دي ما شاء الله كميتها كبيره. قطعتها كده مربعات بالطريقه المعتاده، شايفين ما شاء الله شكلها، يعني انا متاكده ان وصفه البسيسه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. جربوها واكتبوا لي رايكم في التعليقات، واي حد حابب انه يجرب اي وصفه يكتبها لي في التعليقات على طول وانا اعملها له. شايفين شكلها ما شاء الله تحفه، طعمها كمان احلى من شكلها.